التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق على أرضية ميدان المرموم. تواصلنا في استمرارية أشواط الإنتاج والمنتجين تتواصل. الشوط التاسع عشر في أشواط صباح هذا اليوم أعلنت انطلاقته، أعطت إشارة البدء لهذه الجولة ولهذه الانطلاقات ولهذه الشعارات. يحمل المهجنات الأصايل اللقاية بهذا الاندفاع وهذه الشعارات مباشرة. نبحر لنعطي حضراتكم هذا الوصف التفصيلي عن ما يدور من تنافس وأثاره. تتقدم سحابة على مقدمة الشوط محمد بن أحمد بن عبيد الخاطري على رأس الحربة، ولكن تغير على المقدمة هذه هقاوي. هقاوي تأتي على المركز الأول. هقاوي في هذه اللحظات وعيد بالصغير بن قنون بن يرادة يأتي على مقدمة الشوط. نكمل النداء ونقول المركز الثالث، هذه مظهر في المركز الثالث. يتقدم راشد بن سالم بن راشد بن غدير مع هذه الانطلاقة. المركز الرابع انطلقت له سراب شملان بن يمعة بن شملان الطنيجي يأتي بهذا الاندفاع. تتدخل في هذه اللحظات وتأتينا بلشة محمد بن عبد الله الكتبي يتقدم بهذا الاندفاع. وهناك أيضا وصول من حذاري تعود ملكيتها حمد بن راشد بن غدير يقدمها في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. شوف الوصول، هذه شعلة. راشد بن مطر بن محمد بالضبيع يقدم شعلة في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع. بينما هناك المركز الثامن، المركز الثامن في هذه الانطلاقة، نظرة تاتي سعيد سالم بن سعيد أو سالم بن علي بن سعيد الدرعي في هذه الانطلاقة. ولكن شوف الانطلاق في المركز التاسع، برمجة عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي يقدم برمجة في هذا الاندفاع. والمركز العاشر، أشوف العاشرة وعد محمد بن حمد بن راشد المنصوري في هذه الانطلاقة وفي هذا الاندفاع. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في شوط المهجنات في اللقاية. سن المفاجآت، السرعة والأداء الجميل بداية هذا الموسم، انطلاقات واستعداد باين وملحوظ للقاية من كل المضمرين والملاك. عموما التوفيق لكل من يأتي بهذه الانطلاقة بهذا الاندفاع. عوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى الثنتين اللي انفردن اللي انطلقن بالمقدمة. نروح هناك مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول نتابع هقاوي. هقاوي هقاوي عيد بن الصغير بن قنون بن يراد الاكتبي مقدم نوعيات اليوم ما شاء الله، مستعد لهذا الانطلاق ولهذا الموسم. المركز الثاني، ثاني المراكز تتقدم في سرابة شملان بن يمعة بن شملان الطنيجي يأتي على المركز الثاني في هذه الانطلاقة. المركز الثالث بدأ التحرك من ثالث المراكز وبلشة محمد بن عبد الله بن عيد بن سعيد بن هادوم الكتبي هذا اللي يتقدم على المركز الثالث. ولكن الدرعي على رابع المراكز يتدخل في هذه اللحظات. شوف الدخول وهذه ترف، إذا هي رقم ستة اللي تدخلت من الجانب الآخر. نعم ترف سالم بن نايع بن سالم بالشاوي يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع. ووصل شعار الصعب في الأمتار الأخيرة، مراسيم لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان تتحرك كذلك في هذا الاندفاع. الكيل والأخير ولا 800 متر مع هذا الانطلاق أو 600 متر في هذا الوصول السريع ما شاء الله للسرعة والانطلاق والسيطرة. سرابة شملان بن يمعة بن شملان الطنيجي على المقدمة. ولكن شوف مراسيم اللي تنطلق على المركز الثاني بهذا الاندفاع.
بهذا الانطلاق لسعادة محمد بن سلطان بن مرهان، تتحرك تنطلق في هذا الاندفاع بهذا الأداء الجميل، تبى تضيف النقطة الرابعة ما شاء الله، استعداد باين وملحوظ وجهود جميلة لبداية هذا الموسم مع هذا الانطلاق كالعادل الصعب وشعاره بالإنجازات والتحديات، وهذه مراسيم اللي تقدم هذا الانطلاق، تقدم هذه المراسيم لهذا الموسم، تهانينا والناموس لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان على هذا الأداء وعلى هذا الانطلاق النقطة الرابعة ما شاء الله تبارك الله. سرابة في المركز الثاني، شملان بن يمعة من شملان الكتبي، والمركز الثالث هذه لسالم بن علي بن سعيد بالسبع الدرعي، المركز الرابع من وصلت فيه مشاهدي العزاء هذه سيوف لمحمد بن قلفان بخصيب الظاهري، والمركز الخامس اللي هي هقاوي لعيد بالصغير بن قنون بن يرادة. هذه النتيجة مشاهدي العزاء، عودتنا إلى التوقيت الزمني مشاهدينا العزاء بالتأكيد 6 دقائق في 4 كيلو متر و10 ثواني جزين من الثانية، تهانينا لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان على هذا الفوز المستحق وعلى هذا الأداء الجميل، بينما حلت في المركز الثاني، المركز الثاني توقيت الزمني 6 دقائق 12 ثانية بالوفاء والتمام، اللي حلت في المركز الثاني سرابة قدمت أداء جميل كذلك شملان بن يمعة بن شملان الطنيجي، والمركز الثالث 6 دقائق 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية في هذا